الإنسان المؤمن يأخذ طريقه في تأكيد إيمانه وزيادة هذا الإيمان لمن يزيد وينقص. نعم يزيد وينقص، يزيد الإيمان بزيادة الأعمال الصالحة وينقص الإيمان بنقصانها. فالذين يذكرون الله يذكرهم الله وتزداد عناية الله بهم وتوفيقه لهم، ومن يعش عن ذكر الله نقيض له الشيطان فهو له قرين. فمن أراد أن يحمي نفسه من الشيطان ووساوسه فعليه بذكر الله. ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. فعلينا أن نحرص على عبادة الذكر، وهي عبادة سهلة لا تكلفك ما تكلف العبادات الأخرى المالية من أن تخرج مالا، أو حتى الصلاة فتتوضأ تطهر. ذكر الله لو لم تكن متطهرا وذكرت الله جائز. وما أعظم فضل رب العزة على الذين يذكرونه سرا وعلانية. وبالله التوفيق.